مرة أخرى، ها هو الفرج يأتي مجدداً. هذه المرة الفرحة تعانق خالتي كريمة وعائلتها. من بؤس الحياة بمسكنها بباب الواد، تطرق باب العيش الكريم بمسكنها الجديد بالسودانية. يعطيكم الصحة وربي يبارك لكم الشعب الجزائر تاع الخارج تاع تونس. وش نقول لكم؟ بارك الله فيكم يا جزائر، فرحتي كبيرة، خرجتي ذو اليتامى من هذاك الغالي كانوا فيه، من هذاك الغالي كانوا فيه. الله يكثر خيركم ويكثر منتامكم، وكما فرحتوا بنتي ان شاء الله ربي يفرحكم. بخطوات متثاقلة أثقلتها سنين المعاناة، تتفقد خالتي كريمة غرف بيتها الجديد. بعد تسلمها لمفتاح المنزل من طرف بلال وأصدقائه من صفحة ناس الخير، نقول لك هون فاتحك بالبركة عليك خالتي، ونشكروا هذا المحسن اللي يعني مدلنا هذا الدار وزوجة ديالو اللي يقدر يتبرع على قطعة أرض اللي كان. إذا كان إنسان يعني لاباس وكافيها ربي يتبرع على قطعة أرض حنا نبنوها لها إن شاء الله. هكذا إنسان، والحمد لله اللي قدرنا ربي نشوفوا الضحكة وردنا الضحكة ليمانا. سبحان الله، اليوم ربي هداني أجمل هدية. اليوم هو لانيفرسير ديالي، واليوم هو اللي عطاونا هذه الدار. ترحم مع الزوج تاعي اللي خلاهم لي أمانة في رقبتي. قال لي أمانة في رقبتك تهلاي لي في ذراري، ولا الأمانة تاعو نكملها له حتى آخر نوصله. خالتي كريمة لم تفقد الأمل يوم، بقيت متمسكة بالله. ها هو اليوم الفرج قد أتى ولبيت دعوتها، واستبدلت دموع الحزن بدموع الفرح. فألف مبروك.